أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء أن العلاقة بين السعودية والهند تمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أن الدولتين ستتبادلان معلومات الاستخبارات لوجود قلق مشترك. ولي العهد السعودي قال للصحفيين في ختام حفل الاستقبال البروتوكولي في القصر الرئاسي إنه بإمكان السعودية والهند القيام بأمور جيدة معا، مؤكدا حرصه على الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها بما فيه خير للبلدين.